بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الابتدائي. النهاردة يا شباب هناخد باراجراف عن الإسكندرية. تعال نشوف كده مع بعض كده. ألكساندريا، طبعا ألكساندريا الإسكندرية. ألكساندريا الإسكندرية is تكون a good city، مدينة طيبة أو مدينة جميلة. full stop للنقطة. أنا like it، أنا أحبها very much، جدا. full stop. أنا go there، أذهب إلى هناك every summer holiday. every يعني كل، summer holiday يعني أجازة صيف. every summer holiday معناها كل أجازة صيف. نقطة أو full stop. أنا go أذهب with مع my family مع عائلتي by train بالقطار. نقطة. we نحن spend نقضي a month شهر there هناك. نقطة. we نحن stay نقيم in في a hotel في فندق near بالقرب من the sea البحر. full stop أو نقطة. we نحن visit نزور a lot of كثيرا من places الأماكن. full stop. شكرا يا شباب، واللقاء في الدرس القادم مع تحيات قناة مستر محمد القشاوي التعليمية.